يشتهر العراق بزراعة الذرة الصفراء المحلية اللي هي تعتبر من أجود أنواع الذرة بالعالم لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، لكن الفلاحين عبر هاي السنوات الماضية كانوا يعانون من قضية التسويق، من يحصدون المحصول وينتظرون أكثر من شهر وعشرين يوم باب المعامل حتى يسوقون منتجهم، وبهذا راح يتعرض هذا المنتج إلى التلف، يتعرض للأمطار، وبالتالي يصير هدر لجهود الفلاحين وهدر بالمال العام. اليوم وزارة الزراعة ومبادرة السيد رئيس الوزراء بتشجيع القطاع الخاص أنشئ مشروع الريان لتجفيف وتفريط الذرة الصفراء المحلية، أتواجد في واحد من أكبر المشاريع بالعالم، موجود هنا في محافظة بابل. يعمل المشروع بثلاث مراحل، المرحلة الأولى والمهمة هي مرحلة استقبال العرانيس في ساحة الاستقبال الأكبر بالعالم، طاقتها 30 ألف طن من العرانيس، تستقبل يومياً 800 شاحنة. أغلقنا ملف انتظار الشاحنات على أبواب المعامل اللي كانت سابقاً طول أكثر من 20 يوم. أما المرحلة الثانية من هذا المشروع هي مرحلة تفريط العرانيس، عملية انتزاع الحبوب من العرنوس ومن ثم تجفيفها. هذه المرحلة تعمل من خلال مكائن متخصصة بالتفريط. الطاقة الإنتاجية 7200 طن باليوم، متضمنة من 6 خطوط، العمل فيها 24 ساعة باليوم. مهمتها تفريط العرنوس، الغرض من أنه يفصل الحبوب عن الكالح. المرحلة الثالثة هي مرحلة تجفيف الحبوب عن طريق مكائن متخصصة تجعلها ضمن المواصفات العالمية. الطاقة الإنتاجية 4500 طن باليوم قبل أن تذهب إلى مرحلة الخزن النهائية. منتج النهائي 720 ألف طن. بالنسبة للطاقة الخزنية للمشروع تستوعب محصول الذرة في كافة محافظات العراق. العراق كان يستورد مادة السكر الغذائية من أكثر من دولة، حتى عام 2015 عندما دخل مصنع سكر الاتحاد في بابل إلى العمل ساهم في تلبية كل الاحتياجات المحلية، لبى حاجة وزارة التجارة وغطى متطلبات البطاقة التموينية وحاجة كافة المصانع اللي تعمل بالعراق واللي تحتاج مادة السكر. هذا المصنع ينتج باليوم أكثر من 3000 طن. بعد دخول هذا المصنع إلى العمل حصل على جائزة أفضل العرب، أي أفضل مصنع عربي متخصص بالصناعات الغذائية من ناحية جودة الإنتاج وسرعة الإنتاج. زيت الدار يصنع في بابل، السكر تصنع في بابل، السلة الغذائية اللي تروح للبطاقة التموينية وتغذي كل محافظات العراق. أتواجد الآن في أكبر مصنع بالشرق الأوسط متخصص لصناعة الزيت النباتي، موجود هنا في محافظة بابل. هذا المصنع ينتج أكثر من 3000 طن باليوم، يغطي إنتاجه جميع المحافظات العراقية. يصنع هنا الزيت النباتي وزيت زهرة الشمس الأكثر استخداماً في العراق.
طبعا هذا المصنع يعمل ضمن مجموعة مصانع استثمارية تساهم في سد الحاجة المحلية من المنتجات الغذائية الضرورية، وأيضا تحقق الأمن الغذائي في العراق بمنتجات ذات مواصفات عالية جدا تضاهي كل المنتجات المماثلة المستوردة من أكبر الصناعات الاستراتيجية الموجودة في محافظة بابل هي صناعة المياه وصناعة المشروبات الغازية. بالمحافظة توجد ثلاثة مدن صناعية وحيلة مشاريع استثمارية تزيد عن 2 مليار دولار تقريبا. أتواجد في واحدة من العلامات التجارية العالمية اللي تصنع هنا في محافظة بابل. مستثمرين شركاء وليس عمال. هذا المصنع ينتج أكثر من 50 مليون صندوق بالسنة. يوفر عمل لأكثر من 1000 عامل من الخبرات العراقية المحلية من أبناء المحافظة. بابل تقع في مركز 6 محافظات مجاورة لها، وهي المحافظة السابعة. هذه 7 محافظات يتركز فيها أكثر من نصف سكان العراق. أبعد محافظة عن بابل لا تتجاوز الساعتين إذا تحدثنا عن يعني السيارات التريلرز. إمكانية التسويق لباقي المحافظات إمكانية بسيطة جدا قياسا بالمحافظات الأخرى. أضف إلى ذلك ارتباطها بالخط السريع على مسافة 100 كيلومتر تقريبا.